مساء الخير على حضراتكم. يوم جديد وان شاء الله كده سعيد على حضراتكم، وسنة جديدة بإذن الله سعيدة على كل المصريين والعرب المقيمين والمهاجرين، ودول كتير الحمد لله أصدقائنا في جميع دول العالم. تهانينا بالعام الجديد، وكل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة مدير المستشفى معانا حلقة عن تجميل الأنف. تجميل الأنف أحد العمليات الجراحية اللي الحقيقة بيشترك فيها كثير من التخصصات، يعني الأنف والأذن والحنجرة، وأنا طبعا كاستشاري أنف وأذن ودايما ببقى متحيز إلى تخصصي وإلى خبراتي، بنجري هذه العملية بكفاءة عالية. زملائنا في جراحة التجميل بيجروا هذه العملية أيضا بكفاءة عالية. أحيانا بنعمل تيم من أطباء الأنف والأذن مع أطباء التجميل يشتغلوا في نفس الحالة تعاون، لأن الحالة بتستمر تقريبا فترة من ساعتين، أحيانا ممكن تبقى ساعتين ونص، والعيان تحت المخدر العمومي، فأحيانا الفريق الطبي بيجهد، فممكن يبقوا اتنين بيساعدوا بعض، استشاري أنف وأذن أو خبير أنف وأذن مع خبير تجميل. أحيانا كمان بنجيب حد جلدية معانا، لأن أحيانا بيبقى فيه الجلد نفسه عليه دهون كتيرة وعليه بعض المشاكل اللي بتستدعي وجود استشاري تخدير، أحيانا يبقى قبل العملية نستشيره، وأحيانا يبقى أثناء العملية. هذه العملية، عملية تجميل الأنف، أصبحت من العمليات الشائعة النهاردة في مصر وفي البلدان العربية، وإحنا الحقيقة لنا باع طويل جدا في عمليات تجميل الأنف من فترة ليست بالقصيرة. ابتدى تجميل الأنف مع أطباء التجميل، ولكن الآن القصة اختلفت، وأصبح الأنف والأذن والحنجرة بتجري هذه العملية بكفاءة عالية جدا، وبرضو كونسبت أو كونسيرن أو التزام بعدم تلف وظيفة الأنف، وهي الوظيفة المهمة لكل إنسان، التنفس وحاسة الشم وما إلى ذلك. فما نقدرش نعمل عملية تجميل ونبوظ حاجة تانية. عملية التجميل هي عملية زي ما قلنا في عنوان الحلقة، يا ترى ضرورة ولا رفاهية ولا الاتنين؟ ده اللي هنجاوبه على حضراتكم في الحلقة النهاردة. الاتصالات مفتوحة، أتمنى مشاركة حضراتكم معانا. هنتكلم في موضوع التجميل، وطبعا هنطرق موضوع الكوفيد 19 والكورونا والإجراءات الصحية لما يجي حد من ضيوفنا قيادات وزارة الصحة وقيادات الطبية في مصر، هنبتدي نتكلم معاه في هذا الموضوع. لكن خليني الأول أقول لكم تاريخ عمليات تجميل الأنف، هو ليه إحنا يعني بدأنا في قصة تجميل الأنف وتطورنا إلى هذه المرحلة. بدأت عمليات تجميل الأنف دي من تاريخ بعيد جدا، كانوا في العصور القديمة ياخدوا المجرمين يعاقبوهم بأن هم يقطعوا لهم أنوفهم، وده يبقى عار وشيب لهذا الشخص طول عمره وفي نفس الوقت لأسرته، فكان ده أحد أساليب العقاب في بعض العصور القديمة. ومن هنا نشأت فكرة إن إحنا إزاي نعدل ما تم إتلافه في الأنف. النهاردة القصة طبعا اختلفت، النهاردة عندنا حوادث سيارات، عندنا كدمات بتحصل للوجه من الممارسات الرياضية العنيفة، رياضات الكونغ فو والكاراتيه والكيك بوكس وحتى كرة القدم وكرة اليد. دايما الكوع بتاع اللعيب وات ايفر كانت الرياضه ايه، دايما الكوع ده في مناخير المنافس. حضرتك لو اتفرجتوا على ماتشات الكوره هتلاقوا ما اكثر هذه الحركات العنيفه ناحيه الانف الهش جدا، واللي هو يعتبر الجزء الوحيد في جسم البني ادم اللي خارج جسم البني ادم، وبالتالي هو معرض تماما الى اي كسور او خدوش او انحرافات نتيجه الخبطات والكدمات اللي بتحصل. كمان رياضه من رياضات الملاكمة يعني تقريبا ما بتشتغلش إلا على الأنف، كل البوكسز وكل الهاند اكتيفيتيز أو الموفمنت كلها في الأنف، وبالتالي أنف هذا المريض معرض لكدمات وكسور وخدوش طول الوقت. خلينا نشوف كده إحنا مع حضراتكم فيلم بسيط عن عمليات تجميل الأنف، وحنستمر في الحديث مين اللي يحتاج مين اللي ما يحتاجش، امتى نعملها امتى ما نعملهاش، ايه المضاعفات اللي ممكن لا قدر الله تحدث. الفيلم ده بيوري حضراتكم التشريح الاول بتاع الانف. احنا عندنا
حاجز انفي في النص، ونبي استاذ خالد السوليه بس ببطء شديد بس لان المشاهد يحب يعرف القصه، يا ريت من الاول كده وببطء شديد بس نقدر نشوف احنا بنقول ايه. احنا عندنا في الانف التشريح بتاع الانف عندنا عظم وعندنا غضاريف وعندنا جلد وفي عضلات تحت بيكسوا الانف. ادي شكل احد الانوف اللي مفترض ان هو هيعمل جراحه عشان هنصغر الانف ده شويه عن اللي موجود فيه، وبالتالي لازم نشوف احنا عندنا ايه. عندنا غضروف تحت اهو لاترال اللي هو على الناحيتين، عندنا غضروفين ابر لاترال فوق يمين وفوق شمال، وعندنا غضروف برضو في النص مكمل تحت بعظم، وبعد كده عندنا النزل بونز اللي هي واصله لغايه العينين. ادي التشريح اللي احنا هنشتغل عليه. لما هنيجي نشتغل على هذا العيان، اول حاجه هنشيل جزء من اللاترال كروري اللي تحت دول اللي هم الجزئين اللي هم الجانبيين عشان نصغر الانف من الجنبين. الجزئين دول مهمين جدا ومهم قوي هنا ما نشيلش كتير عشان ما نفقدش احد وظائف الانف. كمان هنخش جوه عشان نشيل جزء تاني من الغضروف بتاع الانف، وعايزين نعلي الانف ده شويه من ناحيه الارنبه بتاعه الانف، عايزين نعليه شويه، فبناخد حته من الحاجز الانفي الغضروفي اللي هنقطعها وهنعمل بيها جرافت او هنعمل بيها دعامه تعلي شويه الانف من قدام، وبالتالي الم شويه الشكل، ويبقى ده شكل تقريبي للانف بعد العمليه او في وقت العمليه البوست اوبرف على الترابيزه نفسها. شريحه اتحطت، خيط الجنبين، شلت جزء من الابر لاترالز، لميت الانف بشكل كويس، رفعت شويه الانف، الشكل برضه هيتغير. ننقل على الصوره اللي بعدها يا استاذ خالد من فضلك. اهو بالظبط زي ما بقول لحضراتكم الشكل بيبتدي يتغير، وبنبتدي ايه؟ هنحط فوق حته غضروف صغير من اللي احنا شلناه من نفس انسجه المريض عشان نظبط بس التب بتاعه العيان او الايه الارنبه الانف، وبالتالي تبقى مقدمتها شكلها لطيف وماشية مع تصغير الأنف اللي حصل. نشوف كده المنظر بعد العملية. ده منظر المريضة، احنا قبل العملية كان هذا المنظر اللي قصاد حضراتكم، وده بعد العملية الجراحية. دي بشكل بسيط جدا احنا بنعمل ايه في عمليات تجميل الأنف. ولكن هل يا ترى زي ما انت شرحت لنا كده هو القصة سهلة قوي كده يا دكتور؟ هل هما الكلمتين دول والصورة دي ونشيل من هنا ونحط هنا والأنف يصغر، هل هو ده اللي بيحصل في الحقيقة ولا اللي بيحصل في العمليات الجراحية يختلف كثيرا عن الانيميشن اللي انت موريها؟ عايز اقول لحضراتكم احنا لازم الاول نختار العيان اللي هنشتغل عليه. مفيش في الدنيا دكتور ياخد العيان يقول له انا عايز اعمل عملية تجميل أنف في التليفون، طب تعالى لي بكرة الساعة كذا المستشفى وانت صايم وهات تحليلك واشعاعاتك معاك. مفيش حاجة اسمها كده. في كاونسلنج. كاونسلنج يعني نقعد ندردش مع بعض. انت عايز ايه مني كجراح تجميل انف؟ انت ايه اللي محتاجه مني انا اعمله لك؟ مناخيرك فيها ايه اللي تعبك؟ ايه المشاكل اللي انت حاسسها؟ هل الانف ده نازل لتحت شوية فالشكل مش لطيف؟ هل الانف ده مفلطح؟ هل الانف ده فيه كسر قديم ومعوج؟ هل انت مش عارف تتنفس من مناخيرك عشان فيه كسر قديم؟ هل فيه لحميات جوه نتيجه الحساسيه؟ هل فيه غضاريف متضخمه؟ كل الاسئله دي لا يمكن ان تتم الا في حوار صريح ومثمر بين الجراح وبين المريض، واعتقد يبقى دايما اهل المريض كمان معاه. ده مهم قوي عشان حاجه، عشان لما المريض نفسه بيحلم أو بيحدث نفسه بشكل لأنفه بعد العملية، نقدر نقول له هل ده ممكن في إمكانياتنا نعمله ولا إحنا هنضحك عليك وناخد منك قرشين وندخلك العمليات وتطلع وتلاقي الأنف بتاعك ما اتغيرش كتير. لازم اللي أنت عايزه إحنا نقدر نعمله، لو مش هنقدر نعمله شكرا، إحنا اللي أنت حضرتك طالبه ده أنا مش في إيدي. وده مشكلة دايما المشاهير اللي بيعملوا عملية واثنين وثلاثة وفي الآخر تلاقي عنده صعوبة في التنفس وتشوهات لأنه مش قادر يعرف أن كل عملية ليها خصوصياتها. إحنا وإحنا بنشتغل أنف وأذن بنتعلم أول حاجة إزاي نعمل حاجز أنفي، بنتعلم أول حاجة إزاي نحافظ على أنسجة الأنف، بنتعلم إزاي
نخلي وظيفة الأنف ما يحصلش فيها اضطراب. أنا جميل جدا هصغر الأنف زي الفل، هخلي الأنف ده قد عقلة الصباع، لكن هتتنفس إزاي؟ الهواء هيخش عندك إزاي؟ هتشم إزاي؟ لو لا قدر الله حصل أي مضاعفات أنت هتقول إيه؟ هتقول يا ريتني ما عملت العملية. عشان كده بنقول الكاونسلنج، نقعد إحنا والعيان وأهله ونصور العيان كويس قوي 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 قبل العملية، عشان لما يجي العيان بعد العملية يقول أنا والله ما حسيتش، نقول له لا ادي بص حضرتك صورتك قبل العمليه وادي صورتك بعد العمليه وانت قول لنا الفرق ايه. مش عايزين نتكلم دلوقتي احنا ممكن نعمل ريفيجن امتى، خلينا نشوف كده فيلم تاني استاذ خالد السوليه. طيب ناخد مداخله، في مداخله معانا حلوه قوي. مين معانا؟ دكتور عماد الطيب استشاري جراحات التجميل وعضو الجمعيه الامريكيه للعيوب الخلقيه. اهلا وسهلا دكتور عماد، حضرتك معانا على الهاتف من قنا. دكتور عماد، دكتور عماد الاتصال اتقطع، انا مش سامع الدكتور عماد. خالد مساء الخير يا دكتور عماد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم على حضرتك والساده المشاهدين. دكتور عماد احنا بنتكلم في حلقتنا النهارده عن تجميل الانف، وانا اعرف كويس قوي ان حضرتك من خبراء هذا المجال ولك باع طويل في مجال تجميل الانف، ويعني خبير لا يشق له غبار. كلمني عن عملية تجميل الأنف ومضاعفاتها يا دكتور عماد. هو طبعا حضرتك احنا لما نتكلم على تجميل الأنف من دي من اكثر العمليات التجميلية شيوعا في الفترة الأخيرة. فيها نوعين، العمليات بتبقى اما سنوية او اولية. زي ما حضرتك عارف طبعا الحاجات السنوية بتبقى دايما اللي هي بعد إصابات، بعد حوادث، بعد عيوب خلقية. أما الأولية طبعا اللي بيطلبها المريض هو اللي بيروح للدكتور بيقول له أنا عايز أعمل العملية. تمام. فشيء في معين لازم ننتبه له طبعا حضرتك، أنه المريض عاوز إيه؟ المريض عاوز حاجة معينة، هل قابلة للتطبيق ولا لأ؟ تمام. ألو؟ أنا سامعك يا دكتور عماد ومستمتع بالحديث، استمر يا دكتور عماد معاك. ربنا يخلي حضرتك. المشاكل إما إنها تبقى غضروفية أو عامة بشكل أوضح للسادة المشاهدين الأنسجة الرخوة كلها، أو بتبقى عظمية. هل أنا كجراح هقدر أديله اللي هو عاوزه وده مش هيأثر على وظيفة الأنف بشكل معين أو بآخر؟ زي ما معاليك عارف إنه الأنف دايما الوظيفة هي الأساس فيها، وحضراتكم كجراحي وخبرة في التجميل الأنف طبعا عارفين ان الانترنال فالف والاكسترنال فالف هم اساس عملية التنفس. تمام. في حاجة معينة طبعا المريض بيسمعها، الكلام ده اللي هي 3D pre-operative simulation، يعني انا هجيب العيان على الكمبيوتر صوره، حوري له صورته بعد العملية، انا هعرف اطلع الصورة دي بعد العملية اللي على الجهاز ولا لا. دكتور عماد الجهاز ده كتير من مرضى بيسالوني انا وبيسالوا حضرتك اكيد وباقي الزملاء اللي بيشتغلوا في هذا المجال، انا عايز اشوف صورتي بعد العمليه. انا واحد من الناس ما برضاش اعمل الكلام ده، لان الحقيقه انا باخشى ان يبقى توقعاته اكتر من اللي هيقابله في الحقيقه. فقول لي خبرتك في مجال السيميوليشن. حضرتك مش اكتر من بلاننج للعمليه للجراح مش للمريض. مش للمريض. تمام. عارف داخل على انهي غضروف وداخل على الحاجز الانفي ولا لا. تمام. في اللحظه دي العيان بيتوقع نتيجه وما بيلاقيش النتيجه دي. تمام. فدي بتأثر على بنسميها الساتسفاكشن بعد العملية، يعني هو مبسوط ولا لا. تمام. تخيل حضرتك في مفاجأة لما هتدور في كل التكست العلمية هتلاقي ان 70% من العيانين اللي عاملين تجميل الأنف مش مبسوطين بعد العملية. تمام. طب ليه؟ لأن هو مفيش تحضير كويس ما بين الدكتور والمريض. احنا المفروض ناخد وندي مع بعض نشوف هنعمل ايه، الشكل هيكون بالشكل الفلاني بعد العملية. تمام. في حتة معينة هل دي ضرورة ولا رفاهية؟ تمام. ده عنوان حلقتنا النهاردة، احنا ضرورة ولا رفاهية؟ دكتور عماد طبعا قول لي رأيك، احنا المرضى بتوعنا بيقولنا كل يوم عيادتنا ضرورة ولا رفاهية؟ حضرتك يعني ده رأي شخصي، أولا هي رفاهية في معظم الأحيان. تمام. الضرورة بتكون تشوه بعد حادثة، بعد إصابة. تمام. نتيجة عيب خلقي.
تمام ولو مأثرة على الوظيفة بتاعت الأنف. تمام. مش مأثرة على وظيفة الأنف يبقى أنا بعمل للمريض شيء يبقى مبسوط بيه بعد العملية. تمام. في دايمنشنز معينة لابد إن أنا أتبعها، مقاسات معينة لكل وش غير التاني. تمام. هل يعقل إن حضرتك مثلا يبقى أنا شكل وشي بطول معين وأعمل أنف صغيرة خالص؟ هتبقى مش مقبولة اجتماعيا بالنسبة للمريض. تمام. طبعا احنا عارفين مع حضرتك انه الانف دي من عناوين الجمال في الوش. تمام. واحنا عندنا طبعا نفرتيتي كمثال شكل الانف اللي هو الايديال او النموذجي زي ما احنا بنقول. تمام. بس نحط صوره نفرتيتي يا استاذ خالد لو متفقين. تمام تمام. انه تكون المقاسات بتاعت الوش كلها مع الطبيب قبل ما بيشتغل عشان يبقى عارف المريض بتاعه هياخد ايه. هل الخبير اللي زي حضرتك يا دكتور عماد بيقعد يدرس الحاله قبل العمليه ساعه ولا ساعتين بينه وبين نفسه كده اهو، ولا خلاص احنا بقينا خبره؟ دي صوره نفرتيتي يا دكتور عماد لو انت حضرتك شايفنا، انت قلت اتكلمت عنها وادي صوره نفرتيتي اهي. طبعا ده يعني مثال واضح لجمال الانف، يعني انا اتمنى ان يكون كل انوف سيداتنا وانساتنا بالشكل ده، ولكن مش ده الواقع للاسف يعني. فدكتور عماد هل بتدرس الحالات قبلها؟ هو مش ساعة ولا ساعتين حضرتك، هو مفروض يوم أو يومين على الأقل دراسة للحالة. طبعا. هو المريض بيعمل كام عملية في تجميل للأنف بتاعته؟ هي مفروض مرة واحدة طبعا. وفرصه هل أنا هدخل عمليات حضرتك كل أسبوع ولا كل شهر ولا كل 3 شهور ولا 6 شهور ولا سنة؟ ده أنا عايز أضيف ليك حاجة يا دكتور عماد، إن فرصة العيان في نجاح العملية هي أول مرة. للأسف لو أكيد. أنت ما اشتغلتش من أول مرة مع خبير جراح متمكن من شغله، انت بتفقد فرصه مهمه جدا لتجميل انفك او لازاله التشوه اللي فيه. اول فرصه هي احسن فرصه للمريض. اتفضل يا دكتور عماد. زي ما حضرتك عارف وحضرتك طبعا من الخبراء المحترمين جدا في مجال تجميل الانف، الفرصه الثانيه بتكون اصعب بمراحل كبيره. التليفات اللي بتحصل في الانف وفي الغضاريف بتخلي الجراح مش عارف يتعامل مع الأنسجة المتليفة دي. تمام. غير لما تكون الأنسجة دي فيرجن لسه أول مرة يتفتح عليها، يبقى لازم إحنا نعرف إحنا هنعمل إيه من البداية بيوم أو يومين على الأقل. تمام. دكتور عماد العيان يعني يصل إلى النتيجة الأخيرة لعملية تجميل الأنف بعد مدة قد إيه يا دكتور عماد؟ مش أقل من 3 شهور. 3 شهور. مش اقل من 3 شهور. لكن لو جالك قبل ال3 شهور وقال لك انا مش حاسس ان انا كده يعني ايه مستريح للعمليه دي، هتقول له ايه يا دكتور عماد؟ حضرتك ما هو احنا لما اتكلمنا في البدايه انه التحضير قبل العمليه، المريض لازم يعرف تفاصيل وسيناريو العمليه مش اثناء الجراحه بس، ما بعد الجراحه بيوم باسبوع بشهر باثنين بثلاثه، كل الكلام ده بيكون عارفه كويس جدا. دكتور عماد بيحصل تورم بعد ما بنشتغل طبعا، بيفضل التورم لمدة من أسبوع ل 15 يوم في بعض العيانين لمدة 21 يوم طبعا، بعد كده لحد ما بيحصل ريموديلنج للسكن أو الجلد اللي من بره، لأنه في حاجة اسمها السكن هيستوري. تمام. التاريخ بتاع الجلد نايم على غضاريف معينة له أكتر من 10 15 20 سنه، وانا ابتديت اغير الطبيعه دي. تمام. الجلد عشان يتطبع مع الشكل الجديد اللي انا عامله بياخد الفتره لحد 3 اشهر بعد العمل. دكتور عماد سعيد ان انت كنت معايا في المداخله السريعه دي، لكن ربنا يخلي حضرتك لينا حلقات اخرى ولينا مداخلات اخرى مع أكيد حضرتك اكيد، وهنكمل كلامنا في تجميل الانف مع حضرتك ومع غيرك من الخبره، لان ده موضوع مهم للناس بتخاف احيانا تجريها، وفي احيانا الناس بتبقى مندفعه اكثر من اللازم. لكن مع خالص الاحترام والتقدير لحضرتك، الف شكر دكتور عماد الطيب استشاري وخبير التجميل بمستشفيات وزاره الصحه وزميل الكليه الملكيه للتجميل والعيوب الخلقيه. نكمل مع بعض الفيلم الثاني، نشوف تفاصيل اكثر عن هذه الجراحه للساده المشاهدين، يشوفوا بالظبط ما يتم داخل غرفه العمليات. هو المريض دايما بيقول لك انا شفت قبل وشفت بعد، لكن انا ما شفتش جوه ايه اللي بيحصل. خلينا نشوف حاجه ثانيه. ده اللي قدامنا ده الاكس راي اللي بيصور العيان قبل العمليه. ممكن ناخد سي تي، ممكن ناخد بانوراما، ممكن ناخد 3 دي، يعني وات ايفر احنا محتاجين ايه. ادي منظر انف طويل شويه فيه
هامب او في سنم وفي اعوجاج كمان واضح جدا في هذا الانف. ده الصور اللي هي للعيان، ولكن كل ده طبعا مع صور الاشعه بيبقى الامور اوضح جوه. انت وانت بتشتغل في العظم بتاع العيان والغضاريف، انت بتشتغل على ايه او الاماكن اللي انت هتشتغل فيها طبيعتها شكلها ايه. ده الارنبه بتاعت الانف، ده الاعوجاج الواضح جدا جدا، ده بوكس واضح او شومه او خبطه كبيره قوي للانف من الناحيه اليمين في عوج الحاجز الانفي خالص، ودي فتحات الانف شويه برضو ايه يعني مقفوله شويه نتيجه زي ما قال الدكتور عماد احنا عندنا الانترنال والاكسترنال فالف، الصمام للانفي الخارجي والداخلي. هنا دخلنا شويه بقى جوه الانف نفسه، هنبتدي نشوف احنا ادي الغضاريف بتاعت الانف العلويه، ادي الغضاريف السفليه، ادي الغضروف اللي في اللي هو الحاجز الانفي. هنفتح ازاي؟ ادي طريقه الفتح بتاعتنا، احنا بنفتح من داخل الانف ولكن بين الجلد وبين الغضروف عشان نخش يعني بالبلدي كده بتوع التجميل يقول لك احنا عايزين نركب الغضروف، عشان لو ما دخلتش في البلان ده او في المكان ده العمليه مش هتمشي معاك بشكل سليم. المكان ده لو دخلت منه صح بيدخلك على جوه الانف لغايه لما توصل اخر قطعه في الانف فوق في العظام بتاعت الانف، لما تخش البلان السليم ده وما بقاش فيه تقريبا اي نوع من انواع النزيف طالما انت داخل فيه بلان مظبوط. بتبتدي تشتغل في الغضروف وتبتدي تشتغل فيه كمان في العظم. الغضروف انا بشيل الجزء اللي هو اللي كان محدب او الجزء السنم، برفعه وبعد كده بشتغل في الابر لاترالز الاثنين بفتحهم، وبعدين بشتغل تحت على اللاترال كروري. ممكن احط حاجه اسمها سبريدر جرافت اللي هي موجوده قدامنا دي، شرايح من الغضاريف بتاعه العيان نفسها عشان توسع شويه فتحات الانف ويقدر يتنفس بشكل طبيعي، وبحط شريحه تانية اسمها كولوميلر استرات من تحت ارفع بيها الانف اللي انا فتحته ده ودخلني جوه الانف. انا ببتدي اخيطه ب 6 زيرو او 5 زيرو خيوط تجميليه عشان ما تبانش خالص، وغالبا بتبقى ابزوربابل الجسم بيمتصها بعد كده. وببتدي اعمل الحاجه اللي دايما هنتكلم عنها بالتفصيل اللي هي الاستيوتومي، او ان انا الم بقى العظم على بعضه مره اخرى، ودي فيها جزء خارجي وجزء داخلي هنتكلم برضو عنه. بحط اتنين سبورت من جوه، انترنال سبورت دعامات داخليه، وبحط حاجه اسمها دعامه خارجيه الومنيوم، وبطلع العيان من غرفه العمليات. ده الصوره اللي على الشمال قبل العمليه الجراحيه ما تتم، ودي بعد العمليه الجراحيه. لو هتلاحظوا خلي الصوره كده دقيقه واحده يا استاذ خالد، لو هتلاحظوا ادي الشكل اللي هو قبل العمليه كان الانف خارج بره شويه، كانت الارنبه بتاعت الانف محدبه قوي، كان في هامب فوق، كان الشكل نفسه مش ماشي مع شكل الجسم او شكل الوجه بشكل عام. لكن بعد ما اتعملت العمليه المنظر اختلف شويه، الانف صغر، الارنبه بتاعت الانف اتحددت بشكل سليم، الهامب اللي كان موجود او السنم اللي كان موجود اتشال، الوضع بقى برضو ايه افضل كتير من الوضع اللي كان موجود قبل كده. نمشي يا استاذ خالد من فضلك. دي بعض التفاصيل عن العمليه. العملية بتاخد وقت قد ايه يا دكتور؟ بتاخد معانا من ساعة ونص الى ساعتين ونص او احيانا ثلاث ساعات حسب انا هعمل ايه في العيان. العيان مشاكله ايه؟ ما هو في عيان محتاج مني بس ان انا العظم هو اللي كان فيه المشكلة، عايز ارجع العظم للمكان الطبيعي. وفي مريض اخر عنده انحراف وعوجاج شديد في الحاجز الانفي، واحيانا ديسلوكيشن او ترحيل للحاجز الانفي بالكامل، فده انا لازم اخده. كل حالة زي ما اتكلمنا ليها سيناريو حتى في الجراحة ممكن يختلف عن الحالة الأخرى. في مداخلة يا أستاذ خالد معانا؟ نكلم مولانا الشيخ الدكتور محمد حمودة من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم يا مولانا. دكتور محمد، دكتور محمد، يا دكتور محمد حضرتك الخط اتقطع. طب نحاول ونبل ان رأي برضو عالم من علماء الازهر مهم قوي في قصة ضرورة ولا رفاهية، وهل ده تغيير في شكل الانسان ولا ده عملية زي بقية يعني ناخد برضو الرأي الديني في ده، لان كثير من المرضى بيقفوا عند النقطة دي
ويقول انا يعني هجملها ليه ولا اعدلها ليه، ما خلاص انا كده كويس. نرجع لحضراتكم تاني في قصه الاجراء العمليه نفسها. كل انف وله مشاكله. النهارده لو العيان جاي بس بسنم هنا اهو، نرجع. طيب اهلا وسهلا دكتور محمد، سلام عليكم. عليكم السلام دكتور خالد، تحياتي اليك والى ضيوفك الاكارم. انا النهارده ما عنديش ضيوف غير حضرتك، منور. معقول سنسمح اكلمك على تجميل الانف لان انا مش قدام الشاشه. طيب انا الحلقه دي يا شيخ محمد حموده دكتورنا الفاضل واستاذنا وعالم الازهر الشريف، بنتكلم عن عمليات تجميل الانف، هل هي يا شيخنا ضروره ام رفاهيه؟ وما راي الدين في تلك العمليات؟ وهل فيها تغيير في شكل الانسان؟ هل مستحب ولا راي حضرتك ايه في هذا الموضوع؟ لان ده بيؤرق كثير من المشاهدين والمرضى، انا اجري هذه العمليه حلال ولا يعني ايه؟ هل فيها برضو نوع من انواع الاساءه؟ اتفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. أجدد لك التحية دكتور خالد وتحية لبرنامجك. ربنا يخليك. الصوت بيقطع يا مولانا، الصوت بيقطع. أعتقد لو الشيخ بس هو بقى في مكان أكثر في شبكة أكتر من كده نقدر نسمعه، لأن رأيه مهم قوي بالنسبة. يا ريت نحاول نجيب مولانا بس إيه يكون الصوت أوضح. المريض لما بيجي عيادة الأنف والأذن والحنجرة عندي وعند غيري في مستشفى، وإحنا بنشتغل في مستشفيات على فكرة وبنقدم الخدمات دي في المستشفيات مش بس في العيادات. وعلى فكرة عايز أقول لحضراتكم إن هذه العمليات برضو قبل ما الكلام ياخدنا عمليات غير مكلفة بالمرة، ولا يتعدى تمن إجراء عملية تجميل الأنف سواء بالتخدير بالمستشفى بالجراح با 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 كل ده لا يتعدى تمن موبايل من الموبايلات العادية. معانا الشيخ محمد حمودة، اتفضل يا مولانا. دكتور خالد اتفضل. سامعك يا مولانا، اتفضل. أجدد لك التحية دكتور خالد وتحياتي لمشاهديك الكرام، وبحييك على اقتحام موضوعات مهمة تنفع المشاهد الكريم. تمام. أما عن التجميل، لا تستطيع أن تقول فيه قولا واحدا أنه محرم على الإطلاق أو حلال على الإطلاق. تمام. الغالب فيه حلال، خلينا بس نوسع الدائرة وما ندهاش على الناس وما نطنطنش بكلام ناس متشددين حرموا كثير من الحلال. عمليات التجميل عندنا أمور تحدث مع الإنسان في ولادته، أمور خاصة تحتاج إلى تجميل في أماكن حساسة عند الذكور والنساء أحيانا. طبعا معلوم أن بضاعة المرأة الجمال. تمام. وأنها بغير جمال تلاقي الأمرين من تأخر الزواج والعنوسة وتعيب الخلقة من الناس. تمام. فإذا ما لجأت للطبيب أن يصلح بعض الأمور عندها في الوجه كالأنف أو كبر الأذن أو أي أمر من هذه الأمور فلا حرج عليها في ذلك. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحب الكرام، معلوم أنه أن الحرب قديما كانت للرجال ولم تكن للنساء، فكان إذا قطعت أنف أو أي جزء من أجزاء جسم الصحابة في مكان ظاهر فكان يغطيها، يعمل لها شبيه بالأنف الذهب من الذهبي، لأنه طبعا الجراحات المتقدمة الموجودة الآن لم تكن موجودة قبل ذلك، فكان يجملها بأنف من الذهب أو أنف من الفضة، وأباح أن يوضع له سن من الذهب أو سن من الفضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم العلاج التجميلي على الإطلاق. ولكن أنت عارف إحنا دايما العلاج الطرفي المشهور عند أخواتنا الفنانات أو إخواننا الفنانين هو ده اللي عمل لنا ربكة. ليه؟ لأنه هؤلاء مثلا ما يصدرون للناس بعض الأفكار، انه امراه لا تريد انه ما ترد، ما مش عايزه ترضع اولادها، مش عايزه ترضع اولادها ليه؟ حفاظا على جمال الصدر، حفاظا على، فهذا هو الممنوع لانه يعطل عمليه مهمه وضروريه من اجل الحفاظ على الشكل الجمالي، مع انه ده ممكن يتأدى بالرياضه. فاقول حضرتك انه تجميل الانف ليس فيه كبير حرمه لعدم ورود النص. تمام.
ما عندناش نص يقول انه تجميل الانف حرام. تمام. ما عندناش نص يقول ان المراه لو غيرت بعض، انت عارف العيب الجيني، العيب اللي هو طالع نتيجه في جينات موجوده في الاب، جينات موجوده في الام، فتطلع عيب. فلو اصلحناه هذا لا يسمى خلق الله، لان خلق الله جميل. تمام. فالتجميل شيء مهم. ويمكن حضرتك هنا عندنا مثلا في باب تجميل المرأة في وضع المكياج، الناس تظن أنه كان لا يحدث أيام النبي، هو كان يحدث بأدوات بدائية غير اللي موجودة. إحدى النساء في زمن النبي الصحابية تقول كان يصيبنا على أيام النبي الكلف، والكلف وأنت طبيب هذا لفظ شعبي عن البقع البنية التي تظهر على وجه المرأة الحامل في بعض أشهر الحمل. فتقول فكنا نضع الورس على وجوهنا، الورس ده اللي هو لون يقرب لون البني لون البشرة، فلم ينهانا النبي صلى الله وسلم عن ذلك. فالتجميل اللي ما فيهش طرف وفي إنفاق أموال لأولى والآخر، والنهاردة الموضة الشفاه غليظة فتغلى الشفاهة، وبعد كده بعد 10 سنين الشفاه الرقيقة فترقق شفاهة، هذا الذي يعتبر عبث بخلق الله. أما إذا وجدنا إصلاح لبعض الأمور التي تزيل العبء النفسي عن المرأة أو عن الرجل فافعلها ولا حرج. جزاك الله خيرا يا شيخ محمد حمودة، خالص الشكر والتقدير لحضرتك. كان مهم جدا ان احنا نعرف رأي عالم من علماء الأزهر الشريف في هذا النوع من العمليات. نرجع تاني لحضراتكم ونخش بسرعة كده هو على شريط او فيديو يورينا تفاصيل اكتر عن العملية دي، لان برضو زي ما بقول لحضراتكم احنا بنتكلم قبل وبعد وهنشوف قبل وبعد كتير، لكن مش عايزين الناس تعرف احنا بنعمل ايه جوه غرفة العمليات. ده فيديو برضو بيورينا ايه عمليات تجميل الانف المفتوح، ده الحاجز الانفي من الناحيتين مصورينه اهو، وحاجز ميد لاين يعني مظبوط وزي الفل مش هنعمل فيه حاجه. وعندنا هنا اهو الدولة عراض قوي، يعني المشكله كلها ان الـ 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 الانف من فوق عريض قوي. ادي بقى الاعوجاج ظهر اهو، عندنا اعوجاج خطير جدا في الحاجز الانفي، ده هيؤدي الى إعاقة في التنفس. وزي ما انتم شايفين حضراتكم الأسهم دي هي الهواء، دخول الهواء هنا في إعاقة لدخول الهواء من الأنف بتاع المريض. ليه؟ لأن في إعوجاج في الحاجز الأنفي، وبالتالي أنا عندي هنا أهو تجميل وظيفي، أنا هشتغل على التجميل عشان أحسن وظيفة الأنف نفسها اللي هو في حاجز أنفي معوج ومخلي التنفس فيه انسداد. المريض ده هيعاني من شخير ومن صداع ومشاكل كتيرة قوي هنتكلم عنها بالتفصيل. لما نيجي بقى نكمل الصورة، احنا عندنا تحت فيه عظم، يعني بعد الحاجز الأنفي الغضروفي ده الجزء اللي في الأحمر ده جزء عظمي هنشتغل برضو لازم فيه عشان نعدل بقى الحاجز الأنفي ويبقى ميد لاين أو يبقى فيه خط الوسط بالظبط، ويبقى دخول الهواء من الناحيتين متناسق ومتكامل. فأول حاجة بنعملها ريموف الديفييتد سيبتم، إزالة الحاجز الأنفي المعوج. ودي عمليه طبعا بالنسبه لجراحين الانف والاذن عمليه بسيطه او متوسطه، وبرده جراحين زمايلنا في التجميل برده بيعملوا هذا الكلام وبرده عمليه بسيطه. لكن بنستفيد من ان احنا بعد ما بنصلح الحاجز الانفي ده بناخد من الغضروف ده نعمل منه جرافت، نعمل منه دعامات من نفس جسم الانسان بتصلح كمان شكل الانف. احنا لما بنشيل الحاجز الانفي اللي في النص بنوسع شويه، بنحط السبريدر جرافت دول المهمين قوي قوي، دول سبورت بيبقوا موجودين وبياخدوا غرزتين من فوق ومن تحت عشان التنفس نفسه يبقى طبيعي ويبقى فيه مجال لدخول وخروج الهواء بشكل ايه افضل، يبقى العيان ده مش هيعاني من شخير ومن اختناق ومن صداع بشكل كبير. بعد كده طبعا اهم حاجه بيبقى عندنا كمان في ازاله الحاجز الانفي ان احنا عندنا تحت التب، عندنا الغضاريف الجانبيه اللي هي اللاترال كروني، دول بنصغرهم عشان نضيق برضو شكل الانف شويه ونحسن من شكل الانف شويه. دي صوره العمليه قبل العمليه وده صورته بعد العمليه. ولكن كل الكلام اللي احنا دايما زمايلي لما بيطلعوا يتكلموا عن موضوع تجميل الانف يقول لك انا هوريك صوره قبل وهوريك صوره بعد. ما فيش حاجه الحقيقه اسمها قبل وبعد، لكن لازم المريض يعرف احنا هنعمل له ايه. ده هدفنا منه حاجة واحدة بس، إن حضرتك تطمئن إلى إن عمليتك لا هياش عملية تعجيزية ولا هي عملية كبيرة قوي ولا تستدعي كل هذا القلق وعدم الثقة في خبراء
مصر اللي هم يعتبروا افضل جراحين اعتقد في الشرق الاوسط وبعضهم في العالم كله. نبص كده على دقيقه واحده بس، نبص على الصوره دي، نرجع تاني يا استاذ خالد لو ممكن، او يعني نمشي ببطء شويه. ده عيان قبل ده قبل العمليه، ده كروكد اسيمتريكال نوز، كروكد يعني واخد بنيه جامده قوي، خلت الحاجز الانفي نفسه يبقى كروكد، يبقى ملتوي من الداخل، وبالتالي شكل الانف لما يتبص عليه لا شكل الانف كده من الوهله الاولى يظهر امامنا ان هذا المريض حصل عنده حادث عنيف جدا. ادي المنظر بعد العمليه. طبعا مش هنقدر نقول، عمرنا ما هنقدر نقول هنقدر نجيب لك نفس الشكل، لكن هي محاولات لتحسين وضع الانف وتحسين المظهر الانف مع بقيه الجسم. دي برضو كروكت واسيمتريكال بس دي في سيده، وطبعا المظهر باين، اترفع الانف شويه، فتحات الانف اتحسنت شويه، الحاجز الانف اللي كان مكسور ومعوج اتحسن، اصبح وظيفه الانف افضل بكتير. نشوف صورة تانية. هنا بقى برضو كروكت اسيمتريكال نوز. لو حضراتكم بصيتوا على الصورة اللي في الشمال، الانف كله رايح ناحية الشمال، والحاجز الانفي متحرك بالكامل من مكانه ورايح ناحية الشمال، هيعمل حاجة خطيرة جدا، هيعمل انسداد في الناحية الشمال. الانف احنا بنتنفس فترة من اليمين وفترة من الشمال، لما بيجي الوقت على الشمال اللي هي فيها المشكلة، يعني تقريبا اربع ساعات في كل اربع ساعات بيجي الدورة على الشمال هي اللي تتنفس، وبالتالي هذا الوقت بيبقى وقت عصيب على المريض لانه مش عارف يتنفس فيه لانه مقفولة بالطريقة دي. لازم نخش في العملية دي بالطريقة المفتوحة والمقفولة. هنتكلم مع حضراتكم في طرق الاجراء العملية المختلفة، هل نشتغل كلوز تكنيك ولا اوبن راينوبلاستي، ده برضو ايه احد الاسئله اللي بتتسال لنا كتير. اعتقد العمليه دي هيبقى الاوبن راينوبلاستي بالنسبه لها افضل، اللي هو الاجراء المفتوح، وده بيبقى فيه شق صغير قوي في الانف، اخر جزء خالص في الكولوميلا من تحت، بيبقى تقريبا غرزتين او ثلاثه تجميليين، وبنفتح وبنخش منهم فوق على الانف كله، وبنبتدي نشتغل في الحاجز الانفي وفي العظم وفي التب، كل المشاكل بنقدر نتناولها من هذا المكان. ده برضو منظر لمريض اخر. شوف الفرق لما اتعملت العمليه، حتى الـ 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 الانف من الخارج، فتحات الانف نفسها اتحسنت كتير، الانف بقى فيه شكل افضل كتير من الشكل الاول. شوف الصوره اللي بعدها يا استاذ خالد، استاذ وليد، برضو نفس المشكله، برضو كروكد وقبل العمليه وبعد العمليه. كل دول على فكره صور ما هياش ل مصريين، دي كلها صور يعني ايه جايبينها من النت عشان بس ما حدش يقول لنا انتوا عارضين صورنا ليه. خلينا بس نشوف مع بعض دي برضو، ده استعراض سريع للصور قبل العملية وبعد العملية. طب انا امتى اقول بعد العملية؟ يعني بعد قد ايه اقول انا كده ده الوضع النهائي للعملية؟ الدكتور عماد شرح لنا بخبرته قال 3 اشهر. انا الحقيقة يعني بوسع القصة شوية وبقول سنة كاملة، يعني أنا ما أقدرش أحكم على العملية والنتيجة النهائية ليها إلا بعد مرور سنة كاملة من إجراء الجراحة. ليه بقى سنة كاملة؟ لأن زي ما قلنا إحنا في جلد في تحته طبقات من العضلات الخفيفة جدا وطبقات الجلد، لغاية لما نبتدي نلزق على الحاجز الأنفي ونلزق على عظام الأنف من ناحيتين وعلى غضاريف الأنف. إحنا لما بنيجي نفتح هذا المكان، طبعا احنا عمرنا ما هنقدر نفتحه قبل ما نكمل سن البلوغ سواء بنات او ذكور، يعني مثلا في البنات ممكن من 16 ل 18 سنه، في الذكور يعني افضل ان هو يكون في سن بعد 16 سنه وتمام البلوغ، لان بيحصل نمو، ما ينفعش انا النهارده اشيل جزء من العظم او جزء من الغضاريف ويحصل نمو ليها بعد كده يبقى اللي انا عملته كله اتلخبط، لازم تمام سن البلوغ، ما يجيليش حد 8 سنين و10 سنين و12 سنه والبنت في المدرسه بيقولوا لها مناخيرك وحشه ومناخيرك كبيره والبنت متعقده، يا دكتور والنبي اعملها لنا، هي كلها سنتين ثلاثه وتبقى 15 سنه واعملها لنا وخلاص. خطا كبير جدا من الجراح انه يمد ايده في عمليه في هذا السن. ممنوع منعا باتا اجراء اي عمليات تجميليه سواء وظيفي او تجميل كاثيتك يعني قبل ما يكمل المريض سن البلوغ بالكامل، نقول 16 سنه في البنات، نقول 18 سنه في الرجاله. طيب يا دكتور انا عايز اعمل العمليه دي، بس انا عايز اسال حاجه مهمه قوي، لان انا دايما بيقولوا لي بعد العمليه دي هيبقى في زرقه ولون متغير تحت جفونك وفي الانف بتاعك ويبقى الشكل يعني ايه صعب شويه. عايزين نقول ان احنا في عمليات تجميل الانف عندنا
أجزاء كتيرة جدا هنشرحها بالتفصيل لو ملحقناش في الحلقة دي نعمل حلقة تانية على الموضوع ده. إن إحنا بنعمل حاجة اسمها راسبنج. راسبنج يعني نحت. إحنا بنشيل جزء من العظام اللي هي غالبا بتبقى السنم، بنعملها بالراسبنج، إن إحنا نبتدي ننحت هذا الجزء بآلات جراحية خاصة بتبقى ماشية فوق. يعني لو ده الحاجز الأنفي فيه جزء كده هو عامل هامب أو عامل سنم، أنا بكحت هذا السنم بالراسبنج ده أو النحت ده عشان أوصل إلى الشكل اللي أنا محتاجه. أنا لما بشتغل في العظم ده وبنحته أنا لازم طبعا بيبقى فيه فوقه جلد وفيه عضلات فيه طبقات دهنية، وبالتالي لازم يحصل فيها زرقة وتورم. ولكن هذا الوضع ما بيستمرش أكتر من 4 أيام أو 5 أيام بكتير قوي، وبيزول تماما بعد 5-6 أيام، بس لازم أستخدم طبعا كمادات تلج على لو أستاذ خالد عندنا مداخلة إحنا جاهزين ما عندناش مشكلة خالص. طيب يا ريت معايا معانا على الهاتف يا أستاذ خالد. طيب دكتور هشام. دكتور خالد ازي حضرتك يا فندم؟ المرة اللي فاتت لم نستطيع استكمال حديثنا الشيق مع حضرتك عن الوضع الصحي في جمهورية مصر العربية مع الموجة الثانية لكوفيد 19. اتفضل يا دكتور هشام كلمني عن الوضع الصحي يعني خبرة كبيرة في هذا المجال ووكيل أول وزارة الصحة ومستشارنا ووزيرنا المفوض في المملكة العربية السعودية ورئيس قطاع الطب العلاجي لسنوات وسنوات ومعلم فاضل لكل أجيال اللي اتعلمت على أيديك إزاي تدير مستشفيات ومنشآت طبية. اتفضل يا دكتور هشام. عفوا يا فندم. هو طبعا يعني لا يخفى على يعني على أحد إن احنا بنمر بأزمة جديدة دلوقتي في الموجة التانية. انت عارف ان من 3 أيام احنا فقدنا في يوم واحد 12 طبيب راحوا شهداء، يعني نتيجة اصابتهم بكورونا ومضاعفتها وتوفوا الى رحمة الله. احنا حاليا بننتظر اللقاح. عايزين نعمل زي ما الدول اللي حوالينا عملت، السعودية والكويت والأردن وحتى إسرائيل، عايزين نعمل زيهم ونبدأ نطعم الناس الفئات المستهدفة وعلى رأسهم الأطقم الطبية طبعا عشان نحميهم، لأن أي تأخير في التطعيم هيبقى يعني خطر جدا، وخاصة إن التصريحات كلها بتقول إن التطعيمات هتبقى آمنة وفعالة، لكن ما خدناش لسه لغاية الوقت تصريح على لسان مسؤول إمتى بالضبط تحديدا هنبدأ عملية التطعيم. طبعا اتفرض غرامة على الناس اللي بتلبس الكمامات، لسه برضو ما زال إن يعني مش في ناس مش ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ودي برضو خطر، لكن احنا بسرعة انا من منبر حضرتك البرنامج المحترم بتاع مدير المستشفى يعني بناشد المسؤولين طبعا ربنا يعينهم وانا قلبي معاهم وبيعملوا عمل كبير جدا، ان احنا بسرعة نفتح المستشفيات الميدانية. في مستشفى كان السيد الرئيس شاهد تجهيزاتها في المرحلة الأولى اللي موجودة في محور المشير في أرض المعارض الجديدة، يعني إحنا محتاجين إن إحنا نفتحها على وجه السرعة. المبادرة اللي هي بتاع الدكاترة والأطقم الطبية يروحوا المنازل علشان يتابعوا الناس المرضى المعزولين في البيوت هي مخاطرة غير مأمونة العواقب. أولاً هيحصل فيه عدوى طبعا. وانا مش متخيل ازاي ان الفريق هيروح من بيت لبيت بالاوضاع دي. انا سمعت السيدة الوزيرة في احد اللقاءات قالت ان هم بيطمنوا عليهم من على الباب، بس طبعا تصريح يعني ما يعني بس من على الباب كده هيقسولهم الاكسجين وهيشوفوا الحالة وكلام من ده. الناس دي كلها لو راحت المستشفيات الميدانية، لان انا عارف ان فيه لود جامد جدا على المستشفيات بتاعتنا، واي ارقام تتقال هم نفسهم قالوا ان الارقام كبيرة، خاصة ان احنا لسه داخلين على فصل الشتاء، فبنتكلم على المستشفيات الميدانية، بنتكلم على سرعة
اللقاح، إجراء عملية اللقاح، التطعيم، تمام. بنتكلم على يعني بندق جرس إنذار، حكاية إن الأطقم الطبية تروح البيوت دي موضوع خطر جدا. وبعد كده يعني بنترحم على أبنائنا وزمايلنا اللي بنفقدهم يوميا، سواء كانوا شهداء أو ضحايا، وبندعو ربنا إنه يقويهم ويعينهم ويحفظهم ويحفظ مصر وشعبها الطيب. دكتور هشام، هل عندنا أطقم طبية تستطيع العمل في المستشفيات الميدانية؟ هل أيوة، هناك؟ أنا سألت السؤال ده أيوة الحقيقة، تمام. سألت السؤال ده وسؤال مهم. أولا طبعا المفروض الدولة وهي بتجهز لأن المستشفيات الميدانية تكون عاملة حسابها إن هي تشغلها. طبعا تمام مش هينفع حد يروح من وزارة الصحة دلوقتي، وزارة الصحة هيبقى صعب جدا لأن الناس يعني عليهم عبء كبير. تمام. لكن أنا أعتقد إن إدارة الخدمات الطبية، القوات المسلحة وعندها كوادر سواء من الأطقم الطبية، من المجندين أو من العاملين، ولو ساعدهم بعض الكوادر من المستشفيات الجامعية، وزي ما سيادتك عارف يا دكتور خالد تمام هم كتير مش قليلين، يقدروا ينفذوا العمل بكفاءة. يعني هو من الأفضل لوجيك كده إن الناس بدل ما تروح البيوت وتشتت جهودها، نركز في مستشفى ميداني والناس فيه تاخد، هتبقى الخدمة أفضل طبعا. دكتور طبعا هشام، أنا عايز مستشفيات ميدانية برضو في الصعيد، ومستشفى تمام ميدانية في، لأن طبعا تمام إحنا محتاجينها أوي. اتفضل يا فندم. دكتور هشام، إحنا عندنا عجز في الأطباء، حضرتك يعني إيه كلنا معترفين بهذا الموضوع. هل تعتقد حضرتك إن إحنا مع انعقاد مجلس الشعب وأول جلسة ليه كانت منذ أيام، هل نستطيع إصدار قانون باستدعاء الأطباء المحالين للمعاش واللي أخذوا أجازات بدون مرتب للاحتياط وللتعبئة العامة لتشغيل هذه المستشفيات والمستشفيات الميدانية وما إلى ذلك؟ هل نستطيع أن احنا نبادر بهذا الإجراء يا دكتور هشام؟ والله والله ده إجراء جيد، بس مع الوضع في الاعتبار أن أنت لما تستدعي ناس بعد المعاش 62 سنة لازم يبقوا لائقين صحيا اكيد وذهنيا علشان يقدروا يؤدوا الواجب ده اكيد. وهو كان طلع قرار من الحكومه اللي يزودوا المعاش، زودوا فتره المعاش بالظبط، لكن انا مش 62 سنه بس طبعا برضو الاجراء اللي سيادتك بتقوله ده مقدر ومحترم. في ناس كتيره قوي استفادت، في ناس استفادت كتير من قصه المعاش، مدوا سنتين ولكن بيبقى فنيا، يعني مثلا جراح يبقى يشتغل في مستشفى. انا بتكلم أيوة على بتكلم على ظروف كده. ظروف معينه احنا فيها دلوقتي جائحه وعندنا يعني كان لابد، انا اعتقد ان احنا من ضمن خطه الاستعداد والتاهب، وحضرتك استاذنا في خطط الاستعداد والتاهب واداره الازمات، ان احنا يبقى عندنا احد هذه الحلول وتعبئه عامه للاطباء والفرق الطبيه ونرجعهم تاني للخدمه ان شاء الله حتى الفتره القليله دي، وبطريقه يعني ما فيهاش اختيار لان ده صح واجب وطني. واضيف عليهم كمان يا دكتور خالد الناس اللي هم الاطباء الامتياز تمام، والناس اللي في السنوات النهائيه، بس لازم تاهيلهم وتدريبهم تدريب يعني زي سريع كده تمام، شورت كورس تريننج بسرعه تمام، على اساس ان هم نقدر ندخلهم نلحقهم في العمل تمام. دول مطلوبين جدا، لان انا مش عايز بقى اناقش الموضوع اللي محتاج لونج كتير، ان انا ارجع اشجع بقى الطيور المهاجره اللي احنا طفشناهم بايدينا انهم يرجعوا من بره تاني ويشتغلوا. يعني انت عارف ان في اكتر من 50% من القوى دلوقتي خرجت بره طبعا، لاسباب يعني حضرتك عارفها والساده المشاهدين الاعزاء يعني ادرى يعني داريين بيها وعارفينها يعني. لكن هم برضو في الخارج بيقاوموا يعني بيجاهدوا في مقاومة الجائحة في البلدان العربية وفي غيرها. بالظبط يا فندم. وأنا يعني ليهم كل الشكر والتقدير طبعا. يصعب عليا بقى أقول لك إن نسبة ليه بقى نسبة الوفيات ما بين الناس اللي بره، يعني في إجراءات متاخدة كويس بحيث إن إحنا ما بنسمعش عن سقوط ضحايا كتير كده زي عندنا. يعني تمام. ما إحنا برضو زمايلنا في السعودية وفي الكويت وكده. تمام. بيسقط ضحايا بس بيبقى بنسب يعني أقل كتير من النسب اللي بتحصل عندنا. دكتور هشام بيه، خالص الشكر والتقدير لحضرتك، هتبقى معانا دايما ضيف في برنامج مدير المستشفى، نتمنى استمرارنا احنا واستمرارنا مع حضرتك، وكل المشاهدين بيسعدوا بوجود حضرتك قامة كبيرة في إدارة المنشآت الطبية وإدارة المستشفيات، وحضرتك كان تحت إيدك أكثر من 600 مستشفى عام ومركزي في إدارتك، وكنا كلنا بنشرف إن احنا يعني يبقى مسؤولين من الأستاذ الدكتور هشام شيحة، خالص الشكر والتقدير يا فندم. الحقيقة حلقتنا النهاردة كانت عن تجميل الأنف، ولكن أنا أعتقد إن إحنا لسه بدري بنتكلم في هذا الموضوع. اتكلمنا النهاردة في بدايات هذا الموضوع وقشور عن موضوع
تجميل الأنف، ولكن هيبقى لينا حلقة تانية إن شاء الله الأسبوع الجاي هنستكمل فيها باستفاضة أكتر عن تجميل الأنف. خالص الشكر والتقدير لكل ضيوفنا اللي شرفونا في المداخلات. احنا الحقيقة مش عايزين نتكلم كتير ونجيب ضيوف هنا، احنا برضو الإجراءات الاحترازية بتخلينا برضو يا ضيوفنا يتمنوا ان هم يبقوا موجودين، ما احنا نتمنى يبقوا موجودين، لكن الظرف هو اللي تعبنا. شركاء النجاح معانا شركات الأهرام وشركة العلا، خالص الشكر والتقدير لدعمنا، ونشوف حضراتكم على خير بإذن الله الأربعاء القادم 4 عصرا ومدير المستشفى.